لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية يحيى سنبل. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بك. إن كنت تسمعني سيد يحيى؟ نعم أسمعك. نعم أسمعك. أهلا نعم. بك. يرى البعض أن إقالة رئيس مجلس صلاح الدين أحمد الكريم تقف وراءها جهة حزبية فاسدة، ما مدى صحة ذلك؟ إقالة أحمد الكريم، هناك تنافس بين هذه الكتل على خدمة المشروع الإيراني في محافظة صلاح الدين، ولذلك أعتقد بأن السفير الإيراني كان قد جاء بأجندة خاصة حول هذه المحافظة وأراد من هو يقوم بالتنفيذ بشكل سريع وكبير. أما الجميع هم خدم لإيران، سواء أحمد الكريم أو غيره من هؤلاء الذين يشغلون مجلس المحافظة أو المناصب الأخرى. إلى أي مدى تظن أن ذلك يأتي تحت عنوان الإقصاء السياسي؟ الإقصاء السياسي يتم حسب تقديم الطاعة والولاء لإيران، يعني هذا واضح في كل المشروع السياسي العراقي منذ عام 2003 ولحد الآن. فالذي يقدم خدماته الكبرى للجارة إيران هو من يستمر في منصبه أو يبقى مستمرا ضمن هذه العملية السياسية المقيتة. ما العلاقة بين ما يحدث في سمراء بمصادرات العتبة العسكرية للممتلكات في المدينة وهذه الإقالة الأخيرة؟ ما جرى في سمراء هو يعني عمل قديم منذ بداية الاحتلال ومحاولة السيطرة على كل الأوقاف السنية في مدينة سامراء وبالخاصة حول الروضتين العسكريتين، وتم إغلاق حتى الشارع الخاص وقطع أرزاق الناس بالقرب من هذه المرقدين من أجل تأمين الزائرين، والأغلبية الكبرى هي التي تأتي من إيران. لذلك فسامراء كانت تشهد عملية شل كبيرة للحركة فيها وقطع للطرق حول هذه الروضتين بأوامر إيرانية وبعسكرة واضحة للمدينة وخصوصا حول الروضتين العسكريتين. ولا ويمكن انه هناك ربط ما بين اقاله عضو مجلس المحافظه او رئيس مجلس المحافظه وهذه الاعمال، لكن هو طوال هذه الفتره التي خدم فيها رئيس مجلس محافظه صلاح الدين، ما الذي قدمه لسامراء وهو ابن سامراء او ابن قريه قريبه من سامراء، ما الذي قدمه لسامراء سوى خدمه المشروع الايراني وتقطيع اوصال المدينه والتضييق على حركه السكان والتضييق حتى على الحركه التجاريه في مدينه سامراء، بل قطع لارزاق مئات المحلات القريبه من الروضتين العسكريتين. نعم، بالعوده الى الحديث عن ايران، كان احمد نائب احمد الجبوري صرح بان من لا يجالس مسجدي السفير الايراني لن يبقى على كرسيه، في اشاره للهيمنه الايرانيه الفعليه في العراق، كيف تقرا مثل هذا التصريح؟ فعلا هو مجيء السفير الايراني و اجتماعه بمجلس المحافظة في مدينة سامراء هذا خرق لكل الأعراف الدبلوماسية والعلاقات ما بين دولتين، ولو كانت هناك دولة ذات سيادة في العراق ومسؤولين يشعرون بأنهم أسياد في قرارهم لاتخذوا قرارا ضد هذا السفير، ولربما يطرد على أي أساس يذهب سفير ليلتقي بمجلس محافظة وبدون حضور ممثل عن وزارة الخارجية ودون أن تطلع وزارة الخارجية عن الأسباب الحقيقية لهذه الزيارة. هذا هو كله خرق للأعراف الدبلوماسية ودليل على أن القائمين على الأمور لا يشعرون أساسا بأنهم في دولة ذات السيادة وأنهم ينفذون أوامر تأتي لهم من خارج الحدود. أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية يحيى سنبل كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.